الحضان ده فقس الزغلولين لكن ما اكلهمش لحد دلوقتي، بقالهم يوم تقريبا. هنشوف الزغاليل. اهو حتى لسه قشر البيض. لسه خلاص. طب هنعرف اسباب ليه ما اكلش الزغاليل. تعال نشوف قص تاني مطلع زغاليل ونشوف اكلهم ازاي ولا ما اكلهمش برضو في نفس العمر ده، وهنتصرف في المشكلة دي ازاي. ده القص التاني او الحضان التاني، هنشوف تحته. بسم الله ما شاء الله، تحته 3 زغاليل اهم. نبعدهم كده عن بعض. بسم الله ما شاء الله اكلين، لكن فيهم واحد اكبر من الاتنين التانيين اهم. طيب نجيبهم في النور كده ونشوف هنتصرف معهم ازاي. طيب هم دول التلاتة اللي واكلين، اللي الحضان اللي مأكل، هم نفس العمر تقريبا، لكن ده الزغلول ده بس كان فائس امبارح الصبح، ودول فاقسين امبارح اخر النهار، يعني ده بقاله 24 ساعة وده نقول بقاله 36 ساعة. دول زيهم برضو بقالهم 24 ساعة لكن مكلوش. طيب في الحالة ده هنتصرف ازاي وهنحل المشكلة دي ازاي، وهنعرف ايه اسباب المشكلة دي، ايه اللي يخلي ده اكل وده ما اكلش، ليه الحضان ده ما اكلش الزغاليل وليه ده اكل الزغاليل. هنشوف الاسباب مع بعض ونعرف ليه ده اكل وده ما اكلش. تعالوا نروح للفيديو ونقوم بالشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. ازيكم وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نخش في موضوع النهاردة بطلب منك تعمل لايك للفيديو واشترك لو ما كنتش مشترك علشان تشوف باقي الفيديوهات. السبب بقى موضوع النهاردة اللي هو ده، ندخل في موضوعنا على طول. طبعا ايه السبب؟ الجزء ده محطوط في عيون في سلكات، مفيش ذكورة بتعاكس القص اللي هو معاه التلات زغاليل ده. هو انا محضنهم تحته، مش بيضه طبعا، فيهم بيضة زيادة، انا مضايف عليه بيضة. اما ده او حصوية زي ما بيقولوا، يعني في ناس تحب كده وفي ناس متعرفش يعني ايه حصوية. طبعا ده بقى ليه ما اكلش كده؟ ده ممكن يكون فيه ذكر. ده نقول بقى الاسباب اللي تخليه ما ياكلش ده، وبعد كده هنقول لك حل المشكلة دي ايه. مش هنأكل النهاردة زغاليل عشان محدش يفتكر ان احنا النهاردة فيديو تأكيل، لأ النهاردة الحل حل تاني، مش هنأكل زغاليل. حل ايه النهاردة؟ هقول لك بس استنى عليها شوية اما نعرف برضو ايه السبب اول اللي يخليهم ما ياكلوش. لو في ذكر في التربية السايب زي ما حضرتك شفت كده عندي الحمام السايب كده، لو في ذكر زيادة بيعاكس الحضان اللي رائد على البيض او على الزغلولين اللي هم الصغيرين دول، ده سبب من الاسباب. الذكر الفرداني الزايد بيعاكس الاهالي، فالاهالي مش بيأكلهم الزغاليل، يا دوبك يدافعوا عنهم كفاية عليهم، او ان هم يدافعوا عنهم، ما يدافعوا عنهم ولا يأكلوهم، ده سبب من الاسباب. وقد يكون سبب تاني. السبب التاني يعني الحمد لله ما فيش ذكر، انا اخد بالي من الموضوع ده، بس انا بقول لك على الاسباب اللي انت تاخد بالك منها. ايه السبب التاني؟ السبب بقى اللي عندي ان انا نسيت الاضاءة دي بعد تصوير. الاضاءة دي نسيتها ليلة من الليالي بعد ما صورت. طبعا الاضاءة دي شديدة جدا على الحمام بالليل، فالمفروض ان انا اطفي النور. طب ليه بقى؟ ايه علاقة النور بالموضوع ده؟ ايه علاقة الاضاءة؟ اقول لك يا سيدي، الحمام جميع الحمام بيكون اللبة اللي هو اللي بيتكون في حاصلة الزغاليل زي ده. اللبة ده بيتكون من 18 يوم، 18 يوم نهار وليل. ما ينفعش تخلي الحمام
قاعد في نهار على طول، مش هيعرف يعد ليل ونهار. الساعة البيولوجية اللي جوه الحمامة اللي بتعد 18 يوم ليل ونهار عشان تكون اللبة بعد 18 يوم مش هتعرف تعد، الحمامة مش هتعرف تعد، فلذلك تلاقيها مش هتكون اللبة. اللبة اللي حضرتك شايفه في الفيديو ده في الزغلول ده اللي أكل منه، اللي بياكل منه، وتاني يوم تلاقي حجمه الضعف وتلات مرات. اللبة ده يا جماعة مهم جدا، أفضل 100 مرة من التأكيل اليدوي، مهما جبت تأكيل يدوي مش هيكون زي اللبة بتاع الأهالي. ده حاجة. النهاردة أنا مش هحل الموضوع كده، اصبر عليا هقول لك هنحل الموضوع ازاي. ده سيبقى السبب الذكر الزيادة، وسبب تاني اللي هو الإضاءة بالليل وبالنهار، لأن اللبة بيتكون من عمر 18 يوم من رقود الحضان على البيض. بعد ما يفقس الحضان يكون اللبة جاهز عند الذكر والنتاية. إذا كان بتطفي النور بالليل وتنور بالنهار، إضاءة طبيعية، يعيش حياته الطبيعية، يعد ليل ونهار، يبقى يجي يكون اللبة جاهز عنده تمام التمام. اما لو انت منور بالليل وبالنهار، الحمام هيتلخبط عنده الساعة البيولوجية ومش هيكون جاهز باللبة، ومش هيأكل الزغليل زي ما حصل عندي دلوقتي دي. ودي غلطة انا معترف بيها، بس هي غصب عني لان انا نسيت النور يوم فحصل اللي حصل ده، لكن هيلحق يأكله تاني يوم ان شاء الله، يأكله تاني يوم. طب على بال ما يأكله انا هعمل ايه؟ انا مش هأكل يدوي المرة دي، انا المرة دي هعمل ايه؟ هجيب اللواكلين دول، طالما فيه في نفس العمر، هجيب اللواكلين دول احطهم مكان دول، خلاص احط دول للقص اللي بيأكل، تمام. خلي بالك معايا، احط دول للقص اللي بيأكل اللي هو محضن، دول ابدلهم النهاردة وتابعهم مثلا مرتين في اليوم، اللي لقيه اكل هنا ابدل من ده لده، هنا ثلاثة مثلا المرة دي اخلي الثلاثة هنا المرة دي، هنا اثنين المرة دي اخلي الصغير ياكل، اشوف القص اللي بيأكل احط له الزغليل ياكلها، ما التزمش بحاجة لمدة اسبوع، افضل متابعهم كده طالما في نفس العمر. اما انا ما بلجأش للتأكيل اليدوي الا اذا ما كانش فيه حل او ما فيش مكان ان انا ابدل فيه. بكده ده الحل اللي انا هعمله النهاردة. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.